أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: قرأت في بعض التفاسير قول المفسر إن القرآن ظاهرة كونية كالأرض والسماوات، فما حكم هذا القول؟ أهو قول الجهمية؟ نعم، هو نفس قول الجهمية. هذا يدل على أنه يرى أن القرآن مخلوق وأنه ظاهرة كونية مثل السماوات والأرض. هذا قول الجهمية تماما، لكن قد يكون قائله جاهلا لا يدري، قد يكون أنه جاهل ما يدري أن هذا قول الجهمية. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.